خليني أخذ المكالمة الأولى من الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، أنت معانا على الهواء، تفضلي. طبعا بشكر حضرتك جدا يا أسيس نزار، لأنك من كل قلبك بتشرح وبتفصل لينا كلنا غرض الله من التجسد، لأنه فعلا من أهم المواضيع، وخليني أقول هو مربط الفرس. بمعنى أني أنا لو أمنت بالله أنه واحد لا شريك له، واعترضت على طريقة تفكيره في تقديم الخلاص، يبقى إيماني لا ينفعني بالمرة. هقولها تاني، إيماني لا ينفعني بالمرة. فإحنا عايزين نقوله بكل وضوح النهاردة لكل المشاهدين، وبالذات لإخواتنا المسلمين اللي بنحبهم من كل قلبنا. يعني أنا نفسي أقول ثلاث نقط سريعة. نمرة واحد، إذا كان الله أخلى نفسه وأخذ صورة عبد، هذا يزيد عظمة الله ولا يقلل من قدره على الإطلاق. اثنين، لو هو الغفور الرحيم زي ما احنا بنقول، اختار ان هو يكون التجسد والصلب والموت بالطريقة ديت، فهو لا يسأل عن طرقه، لانه ما ابعد افكاره عن افكارنا وطرقه عن طرقنا. ولو انا فهمت بالكامل بمخي المحدود، يبقى هو مش اله على الاطلاق. لكن زي ما قلنا، هذا الامر هو فوق العقل لكنه ليس ضد العقل. فكما تعلو السماء عن الارض، هكذا تعلو افكاره عن افكارنا وطرقه عن طرقنا. نمرة ثلاثة، غرض التجسد الاساسي بالاضافة لكل النقط الرائعة اللي حضرتك ذكرتها، هو اعلان حب الله للبشرية. يعني احنا لما بنحب بعضنا بعض، ومثلا باجي اقول لجوزي انا بحبك موت، ده مش حقيقي، لان في حبي ليه ما وصلش ابدا لدرجة الموت. لكن الله ليه كل المجد لما احبنا مات لاجلنا عشان يدفع ثمن خطايانا، ونتمتع احنا بالخلاص وبالحياة الابدية. اخر حاجة، بصلي من كل قلبي ان كل مشاهد بيشاهدنا يركن اي مسلمات طلع عليها، وياخد قرار بترك روح العند، ويقول له يا رب من فضلك فهمني فهمني، واخدع نفسك بالكامل. وانا متأكدة ان الرب لا يغض النظر ابدا عن اي حد مخلص وعايز يعرف الحق.